قال رحمه الله تعالى: باب التفرقة بين الأحداث. قال: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التفريق بين الأحداث. الأحداث أي الأولاد الصغار الذين لم يكتملوا في الإدراك والعقول والرزانة وفهم الأمور. التفريق بين الأحداث، والمراد بالتفريق بينهما أي في عندما يصبحون ينتشرون في أعمالهم وفي مصالحهم، لا يبقون الفترة الطويلة أو كل الوقت مع بعض في مكان واحد، لا يبقون كل الوقت مع بعض في مكان واحد، وإنما يفرق بينهما. وهنا حقيقة ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذه الترجمة عقب التراجم المتقدمة له حكمة جميلة، له حكمة جميلة ومناسبة رائعة جدا. التراجم الماضية في التحذير من العداوات ومن البغضاء ومن التهاجر ومن التقاطع إلى غير ذلك، فهنا عقد هذه الترجمة لينبه رحمه الله على أهمية رعاية الأبناء من أول الأمر حتى ينشأوا على الصفاء والحب والإخاء والمودة والبعد عن البغضاء والشحناء. فهذه مسألة ينبغي أن يهتم بها الآباء، وأحيانا يغفل بعض الآباء هذا الأمر فتنشأ عداوة بين صغيرين وتكبر معهما وتتنامى، ويشيب كل منهما وهي باقية ولا ينتهي عند هذا الحد، بل تنسحب على الأولاد، تنسحب على الأولاد والذرية. ولهذا ينبغي على الأب العاقل أن يسعى في ترتيب الوضع في البيت ترتيبا مناسبا، بحيث ينشأ الأبناء على المحبة، ينشأ الأبناء على المحبة. فقول الإمام البخاري باب التفرقة بين الأحداث، هذا كنوع من العلاج ينبه به على معالجة هذا الموضوع في الأبناء والأولاد. ليس هذا هو كل العلاج، ولكنه أراد رحمه الله أن ينبه على أهمية مراعاة هذا الأمر في الأولاد حتى لا ينشأ بينهم عداوات. فقال باب التفرقة بين الأحداث، التفرقة بين الأحداث أي لا تجعل أبنائك يجلسون الفترات الطويلة مع بعض في البيت، مع بعض في البيت وفي المكان الواحد. لماذا؟ لأن إذا جلسوا فترة طويلة في البيت ومع بعض وفي مكان واحد، الحركة وحب اللعب تجعلهم يتخاصمون، تجعلهم ربما يقع بينهم مشاحنات، يقع بينهم عداوات، يقع بينهم بغضاء، والمرة الثانية والمرة الثالثة حتى تشحن القلوب شحنا شديدا. لكن إذا كان الأب يفرق بينهما، هذا يذهب به مرة وهذا يذهب به مرة، وهذا يوجهه إلى مثلا مدرسة تحفيظ، وهذا ثم يلتقون في غاية الشوق، ويصبح لكن لو حبسه وإياه في مكان واحد وجلسوا معا بدأت العداوات وتزيد. لكن إذا أخذ هذا مرة أو أخذهما معا وفي مجالات عديدة، هذا من التربية المفيدة جدا للأبناء التي يعالج بها موضوع الشحناء والعداوات والتخلص منها. أورد هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا. إذا أصبحتم فتبددوا، كل منكم يذهب إلى مجال،
إذا أصبحتم فتبددوا، يعني كل يذهب إلى مجال وكل يذهب إلى وجهة في عمل معين، في لا يكون اجتماع في مكان واحد ويترتب عليه ما يترتب من العداوات. وهنا ينبغي على الأب في مسألة فتبددوا، عندما يقول عمر بن الخطاب في زمانه فتبددوا، غير الآن لما يقول الأب لأبنائه فتبددوا. إذا قال لأبنائه تبددوا فسدوا، إذا فتح لهم الباب وقال تبددوا، ما في إلا في الشوارع إلا ضياع، وأغلب الأمور يقع الأولاد في، لكن لما يقول تبددوا يذهب بهم إلى الأماكن المناسبة، إلى المواضع. أما يأتي ويقول أطبق مبدأ عمر وفي الصباح يفتح الباب ويقول الأولاد تبددوا ويفلتهم في الشوارع ويضيعون ويأتون بشر حال والعياذ بالله، لا، ليس هذا هو المراد. عمر لما يقول في زمانه فتبددوا تعرف أين يذهبون الأولاد، ولا يوجد في ذاك الزمان ما يوجد في زماننا من الفتن والشرور والمخاطر التي تدهى الأولاد من كل جانب ومن كل جهة. نعم يأخذهم إلى هذا، يجعل في تحفيظ، وهذا في مدرسة، وهذا في عمل، وهذا في مصلحة، وهذا في صنعة، وهذا في حرفة، وهذا في بيع، ويجتمعون على الغداء. فهذا من الوسائل المباركة العظيمة في تنشئة الأولاد وتربية الأولاد. ونحن في هذا الزمان المدارس أيضا تحقق شيء كبير من هذا المعنى، عندما يذهب كل واحد منهم في مدرسته ودراسته ويجتمعون بعد الظهر، فهذه ولا شك تفيد في هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: ولا تجتمعوا في دار واحدة، لا تجتمعوا في دار واحدة. الأحداث إذا اجتمعوا في دار واحدة مشكلة، يعني يجرون مشكلة للبيت، يجرون مشكلة لأنفسهم، تنشأ بينهم عداوات وبغضاء وشحناء إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا سلك معهم عمر هذا المسلك، قال: ولا تجتمعوا في دار واحدة فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. هذا هو الغرض والحكمة، أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. واجتماع الأولاد الصغار في مكان واحد مدة طويلة يؤثر في التقاطع، ويؤثر أيضا في حصول الشر بين الأولاد. ولهذا ينبغي على الأب أن يرتب وضع الأولاد في البيت بما يحقق المصلحة لأولاده وبنيه. والحديث سنده فضل بن مبشر ضعيف، لكن هذه المعاني واضحة، والإمام البخاري رحمه الله ترجم لذلك باب التفرقة بين الأحداث، لأن بقاء الأحداث في دار واحدة وفي مكان واحد فترة طويلة هذا يؤثر عليهم في وجود البغضاء، ويؤثر عليهم في وجود الشحناء.